تعد الخدمات الجمركيه المتقدمه اساسا جوهريا في عمل شؤون الجمارك من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثه واطلاق مبادرات وبرامج تسهم في عمليات التخليص الجمركي واتمام الخدمات بسلاسه وفي مده زمنيه قياسيه تاتي الانجازات المتجدده التي تحققها شؤون الجمارك في اطار منظومه التطوير والتحديث المعمول بها وضمن استراتيجيه متتابعه باهداف محدده ما يجعل الانجاز واضحا في تاثيراته الايجابيه وانعكاساته الاقتصاديه. تمكنت شؤون الجمارك متمثله باداره جمارك المنافذ البريه من تحقيق انجاز جديد غير مسبوق حقيقه في خفض مده الافراج عن الشاحنات المحمله الواردة إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد بمتوسط انتظار 52 دقيقة لشهر أغسطس من هذا العام مقارنة ب 757 دقيقة من الأعوام السابقة طبعا جاء ذلك بعد ما قامت شؤون الجمارك من عام 2014 إلى عامنا الحالي بوضع خطة عمل واتخاذ العديد من القرارات وتوقيع اتفاقيات مع الجهات الرقابية والعمل بنظام التخليص المسبق واعتماد شركات المشقة الاقتصادي ودربك خضر كل ذلك ساهم في الانخفاض الملحوظ في متوسط زمن الإفراج عن الشاحنات، ما كان أن يتحقق هذا الإنجاز لولا تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة والتزام المستوردين والمخلصين بناء كافة إجراءات الشاحنة مسبقاً والحصول على التصاريح من الجهات الرقابية ودفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ. وفي هذا الاطار نجحت شؤون الجمارك في خفض مده الافراج عن الشاحنات المحمله القادمه الى البحرين الى 52 دقيقه مقارنه بما يقترب من 13 ساعه في الاعوام السابقه الامر الذي من شانه زياده معدل الانسيابيه في الحركه فضلا عن المردود الاقتصادي لهذا الانجاز ان شؤون الجمارك تسعى دائما وتعمل على قدم وساق لتقديم افضل الخدمات الجمركيه للمحافظه على الامن اولا كون الجمارك خط الدفاع الاول لمملكه البحرين وضمان انسيابيه حركه الشحن بكل سهوله ويسر عبر جسر الملك فهد. ولا ينفصل هذا الانجاز لشؤون الجمارك عن سلسله طويله من الاجراءات في مجال التخليص الجمركي وتقديم الخدمات الجمركيه بكفاءه وسرعه عاليه فضلا عن الدفع الالكتروني مما يسهم في تعزيز منظومه التطوير والمضي قدما من اجل عمل جمركي عصري وفاعل في الوقت ذاته.